انت ليه بكيتي؟ 14 اب بصير في حادثه، هيدا الشيء ادى انه جوستين تفوت كوما 3 شهور. بتذكري شو اول كلمه قلتيها؟ باب. الشخص اللي اسعف جوستين انت بتعرفيها، بس ولا مره خبرتي. بس شفتها هيك اي واز شوكت، كنت حاطه ايدها على نبضها وعم بصلي كل الوقت. وانت حقيقه كتب لك عمر جديد؟ وصلتها مع حالي يعني ما بيمبسطها ابدا. لك مع وسام بريدي بهالروبورتاج عملنا كل شيء. شو في شيء ما فينا نعمل؟ الأربعة عشرة إلا تلت المساء على MTV.